السبيب بطالب لوب كريمة عمري 33 سنة، مديرة مدرسة تعليم السياقة عيل كبيرة سطيف. درت البيرمي تاعي في الدومين هنا في عيل كبيرة، قريت درنا الكونكور تاعنا ونجحت، وبعد قرينا 3 أشهر وبعد عطاونا لي ديبلوم. مدة ستاش تاعي عند بالخير حتى في عيل كبيرة، درت عندو ستاش، حنا هزنا في 2006. ما كانش، كانت الظروف تاعي ما تسمحليش باش نحل، يعني كان شويه لي موايا ناقصين. بعد كي شفت روحي بلي قادره، درت لا دوموند تاع لاكريمو طابلي ودرت وحليت وحدي. حليت في عيل كبير خاطرش ما كانش نسا في عيل كبير، ما كانش ما في عيل كبير. في الصيف كاينين واحد 10 ولا 15 وحدة، مي في عيل كبير ما كانش. ثم حليت هنا في عيل كبير على جال نسا، خمن ديبلاسي ولا يروح ولا لصطيف ولا باسكو كل يطلعوا لصطيف. ثم كي جيت انا هنا خير وخير، تجا الطريق وهكذا بعد هذه الاولى ومليحة ليا، انا ثاني مليحة ليا نخدم هنا خمن نخدم في صطيف. دير الاشارة تاعك فلامية الفلامة اكسيدي بشوي هزاجك على الأمبلياج دور هنا حابة نعلم من ساعة سخون ساعة ما كانش ساعة شكون يعلمهم بزاف لما لي قاعدة في الدار حابة دير بيرمي ولا خدامة ما قدرتش كيفاش دير، ما يخليهاش راجلها ما يخليهاش خوها ما يخليهاش بويها. تسمى انا اللي حابة هذه الحاجة درتها لهم باش يتعلموا، ما خليهاش دير عند راجل دير عندي نورمال. ماذا بيا انا ننسى كل سوق نقص شوي بالفرا مش بزاف شوي برك، خلي طلوبي تاعك تمشي. نحس روحي مليحة مع نسا خير، ومع رجال نورمال، يعني ماشي مع نسا خير ليه باسكو مرا في مرا، مي نشتي الراجل باسكو سبسب يتعلم يجيني ساهل. الرجال اللي ما يكونوش معايا انس نهضر معاهم بشويه نحيلهم هذيك العقده هذيك، ومن بعد خلاص الساعه الاولى ساعه ثانيه خلاص واللي يهضر معايا نورمال يدني كيختو ولا لك تجي عادي ويولي يتعلم نورمال، ما عنديش مشكل فيها. سما هي المعامله كيفاش تتعاملي مع الكونديتا تاعك برك خلاص. سما انا الحمد لله نتعامل معاهم مليح، يعني ما عنديش مشكل معاهم. نفوتو الفيراج عاود اكسيلي ديري الإشارة تاعي هي الأولى، نتدك في التلفزيون، دوزيام، تخيل بيا، في الصيف يعني كاينين ناس لي سوقو سوقة هذي اللي يقولو عليها سوقة الهبال، الحل هو يعني زيدو شوية، يعني زيرو شوية يعني. زيدوا قوانين شوية، زيروا شوية، زيدوا يعسوا شوية. هما ما يقولوا المشكل الأول ما يقولوا فيه، يقولوا المدارس تعلم السياقة ما هيش تعلم، ولا الممتحنين هما اللي يمدوا في البيرميات هكذاك، وهي ما كانش منها، هي ما كانش واحد عنده مدرسة ولا ممرن ما يعلمش. نتحدى يعني أي واحد يقول لك ماهوش يعلم، نشوفهم وكل يعلموا وكل يتعبوا، حتى الممتحن ما يمدلكش البيرمي هكذاك غلا شافك. شوفي الحاجه الاولى الممتحن يديها في راسو يقولك ما نضمنش فيك، ما نتحملش المسؤوليه تاعك، نمدلك البيرمي ومن بعد تروح تموت. هو ما يتحملش المسؤوليه هذه، لا شافك سكتي يعطيلك، ما تسوقيش ما يعطيلكش. دينك في التلفزيون بريمير فلاما ديماري توجور عايلة في التلفزيون أكسيلير زيد شوية أمبرياج دوزيام حنا توانا ناقصين شوي في التربية، هي حاجة الأولى هي النقص في التربية، علاش مربيين ولادنا يديرو هاديك الحاجة. طبق القانون، كي طبق القانون مكانش شي زاكسيدا.
رخصة بالنقاط مليحة بزاف بالنسبة للسائقين، تما دوك ما كانش واحد اللي يحرق ستوب ولا يحرق فيروج ولا تما دوك اللي يطبق القانون. هي واحدة من الحلول، ولازم هي حاجة مليحة، بصح هي لازم ثاني نزيدو فيها الرقابة، نزيدو فيها التوعية، مازال حوايج بزاف يعني، مش غير هي مي حل يعني، حل من الحلول. ما واش نحا هاكو قلتي بالك بينا وضحكت في روحي شويه. صافي بليزير تكون في بلاصتها، باش واحد يحرر لك بلادك الوقت اللي رانا فيه وتشوفك كي عايشه ما عندك حتى حاجه اللي تخافي منها. هما كانوا عايشين في هكا على بالك استعمار، ما كانش عندهم الماكله، عايشين في الفقر، خايفين. تسمى حنا انا عايشين وهو بيهم هما، يعني عايشين بيهم هما. نشوف المجموعه تاع نساء في الدار وقاعدين في الحوش، وهذه الاعلام كاينه حاجه في وجوههم حوسوا يديروها. ما كنت جيت في العام 1958 نكون معاهم، قادره بلي نكون معاهم مادامني قدرت نكون امراه في ميدان تاع تعليم السياقه. نقدر نكون مجاهده، نقدر نكون، باسكو الميدان تاعي يخدم فيه غير رجال، تاع راجل مسؤوليه حاجه صعيبه. مادام قدرت نديرها نقدر نكون مجاهده. النجاح اللي حققته الجزائر اليوم ما هو ولا عندنا الامن، بلادنا عندنا ما خافوش منها. تخرجي على 10 تاع الليل ما تخافيش، تخرجي على 7 ما تخافيش، تخرجي على 5 تاع الصباح ما تخافيش. ولات مرأة عندها الدور في المجتمع هذا. بكري كانت مرأة، ما نقولوش ما كانتش مرأة، تخدم، كانت تخدم وكانت مع راجلها في كلش. وبكري كي كنا في وقت الاستعمار كانت المرأة مع راجلها في الجبل، تجاهد معاه، تخدم معاه، تخيط معاه، كانت ممرضة، خياطة، كلش خدمت مع راجلها، مع أخوها، مع بويها. من بعد الاستقلال زادت المرأة خدمت، ولات معلمة تربي الأجيال، ولات طبيبة، حوايج بزاف. صباح الخير مدام. صباح الخير. كورتا الطوموبيل واجدين. باش تتحسن الوضعية تاع المرأة لازم يحترموها، مادام المرأة تخدم تتعب تعرق لازم يحترموها، كيما نحترمو حنايا، كيما حنا نسا نحترمو الرجال، كيما الرجال لازم يحترمونا. ومش بالنسبه غير للراجل يحترم المراه، حتى المراه تحترم يعني النساء في بعضنا، لازم نحترموا بعضنا. باسكو نقص شويه هذا الاحترام، نقص شويه هذا. مازال دوكا مازال يحق. واحد المره هذه في 2006 كانت عندي في الوقت باتيز، ورحت باش ندير لها ليسونس، رحت لا ستاسيون باش ندير ليسونس. كي وصلت فما كانت لاستاسيون معمرة بالناس، وذاك كي وصلت هبطت باش ندير ليسونس، جا واحد جوان هكذا بطوموبيل بإير كات وجا هدر معايا، أنا ما نعرفوش. قال لي خلاص عدتو تسوقو، نحيتو لنا القيمة تاعنا، عدتو تلبسو السراول، عدتو تقصو شعوركم كيما حنايا، عدتو تخدمو برا وعدتو تسوقو. جا واحد الشيخ ثم كان معاهم، قال لي بنتي عندك الحق، قال لي انا ما قدرتش نهضر معاك عاد الشيخ خاف لي يضربوا ولا، قال لي مي عندك الحق، قال لي نورمال لما راك تعود برا ما فيها والو، هو جون ما قدرش يدير ولا يهاوش فيك انت. تما هنا عرفت باللي صح في الوقت كانت الناس كي تشوف مرا تسوق عندهم عيب كبير يعني.
أمنية تاعي حابة نديرها هو نحل مدرسة تعليم السياقة، يعني مش مدرسة فيها لا ريسبسيون ولا صالة تاع الكود، حابة نحل مدرسة يعني فيها أقسام، فيها مش ما فيهاش سيارة يعني طوموبيل واحدة ولا زوج، فيها بزاف طوموبيلات، كل شغل معهد. باسكو بارابور حنايا البلدان الاخرين حنا شوي ناقصين في الحاجة هذي. انا نتمنى بربي ان شاء الله، وان شاء الله ربي يلحقني نحل مدرسة بمعنى الاسم تاع مدرسة بربي ان شاء الله، ويكون ثاني معاها مراكز تاع السياقة اللي نعلمو فيه اللي يعقبوا فيهم لي كونديدا. باسكو حنا دوك مازال ما عندناش، حنا عندنا قطعة ارض ونعقبوا فيها نورمال، يعني ليكزامان نورمال. حنا نتمنى وبربي ان شاء الله يعني تكون يديروا مراكز تاع التكوين ونحلوا مدارس تعلم السياقه.